بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 90. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. الذين يتوفون منكم أي يموتون، سمي الموت وفاة، يقال توفي الرجل ولا يقال توفى كما يقوله العوام فلان توفى، لا، لأن توفي، أما هو فهو لا يتوفى وإنما يتوفى. قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالميت يتوفى، تتوفاه الملائكة. توفون منكم ويذرون أي يتركون في عصمتهم أزواجا، يعني زوجات، فالمرأة تسمى زوجا لبعلها والرجل يسمى زوجا لامرأته، فهما زوجان. أما زوجة بالتاء أو بالهاء هذه ليست عربية أو ليست فصيحة، وإنما عند الفرضيين يقولون توفي عن زوجة من أجل الفرق بينها وبين الزوج. ويذرون أزواجا يعني يتركون من بعدهم أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أكثر المفسرين على أن هذه الآية يراد بها العدة، عدة الوفاة، وكانوا في الأول، كانت العدة في الأول سنة 12 شهر، ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. فالآية الأولى في المصحف ناسخة للآية الثانية التي بعدها، ولا إشكال في أن الآية الأولى الناسخة كتبت أولا ثم كتبت الآية المنسوخة بعدها، لا إشكال في هذا، لأن العبرة بالنزول وليست العبرة بالكتابة. فالآية الأولى نازلة
بعد الآية الثانية، ولكن الكتابة جاءت، والكتابة بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي رتب الآيات في المصحف عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية العدة سنة نسخت بأن جعلت العدة 4 أشهر و10 أيام تخفيفا، هذا من النسخ إلى الأخف، نسخ من الأشد إلى الأخف. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الآية هذه ليست في العدة، ليست في العدة، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ليست في العدة، وإنما هي وصية لأقارب الميت، وصية لأقارب الميت أن يتركوا زوجة المتوفى في البيت لمدة سنة من باب الإرفاق بها والإحسان إليها، ولا يخرجوها من البيت لمدة سنة، وليست في العدة، وإنما هي في السكنة، في سكنة المتوفى عنها. فالأفضل للورثة أن يتركوا زوجة الميت تسكن في البيت لمدة سنة وينفقون عليها عزاء لها وجبرا لخاطرها وإكراما لها، وهذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب. وعلى هذا القول فليس في الآية نسخ، هي باقية، ولكن القول الأول أنها منسوخة وأنها في العدة هو قول الأكثر من المفسرين. متاعا إلى الحول غير إخراج، أي لا تخرجوها من البيت لمدة سنة على القول الثاني، فإن خرجنا من ذاتهن هن خرجنا فلا جناح عليه. هذا يدل على أن هذا الإسكان مستحب وليس واجبا. أما على القول الأول فهذه الآية منسوخة ولا داعي إلى البحث فيها، فإن خرجنا أي باختيارهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. سبق في الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والمعنى في الآيتين أن المتوفى عنها إذا انتهت عدتها فلا مانع من أن تتزين وتتطيب وتتعرض للخطاب، تتعرض للخطاب، لكن يكون تزينها وتجملها في حدود المعروف لا في حدود المنكر، بأن تتعرض للرجال بزينتها وطيبها ويحصل منها فتنة، لا، هذا في جميع النساء، ما يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تكون متطيبة أو أن تكون متبرجة بالزينة، لأن هذا وسيلة إلى الفتنة. ولذلك قيده سبحانه بقوله من معروف، تتزين في حدود المعروف وتتطيب في حدود المعروف، ولا تسرف في الزينة والتجمل، فإن هذا مدعاة إلى المنكر، وهذا في المعتدة وغيرها. ما يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتعطر وأن تتجمل، وأشد من ذلك أن تكون سافرة كاشفة لوجهها وكفيها، فإن هذا حرام، لأنه وسيلة إلى الزنا والفتنة. بل المرأة إذا خرجت من بيتها تكون محتشمة متسترة، تتجنب الطيب
بجميع أنواعه حتى لا تجذب الأنظار إليها. فلا جناح عليكم، وشوف قال لا جناح عليكم، ما قال لا جناح عليهن، لا جناح عليكم أيها الرجال أيها الأولياء، أدل على أن المرأة لها رعاية وأن وليها هو الذي يرعاها ويخاطب بحفظها وصيانتها. فلا جناح عليكم، هذا خطاب لأوليائها، أدل على أن الولي يمنع المرأة مما لا يليق إذا خرجت من بيتها، ويمنعها من ما يسبب الفتنة من اختلاط أو سهور أو تطيب أو خلوة مع الرجل أو غير ذلك. وليها هو الرقيب عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن أين الرجال الآن مع الأسف؟ إلا قليل. الرجال أهملوا نساءهم وضيعوهن إلا من شاء الله، وضيعوا مسؤوليتهم مع النساء، وقد استرعاهم الله عليهن فضيعوا رعيتهم إلا من رحم الله. ثم قال جل وعلا: والله عزيز حكيم. العزيز معناه القوي الذي لا يغالب، العزة هي القوة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. لما قال المنافق ليخرجن الأعز، يعني نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوعد الرسول بأن يخرجه من المدينة ويصف نفسه بأنه هو الأعز، رد الله عليه فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. والله عزيز قوي سبحانه لا يرام ولا يغلبه أحد، بل هو الغالب سبحانه وتعالى. والله عزيز حكيم، مع عزته وقوته هو حكيم سبحانه وتعالى. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة، فهو في تشريعاته وأحكامه حكيم، يشرع ما يناسب لمصالح العباد وما يصلح العباد. وكذلك هو حكيم بمعنى أنه يتقن جل وعلا، يتقن الأحكام والصنعة، يحكمها. فالحكيم له معنيان: معنى القوي، ومعنى الحكيم الذي يحكم الأشياء ويضع ويتقنها سبحانه وتعالى. كذلك أحكامه كلها كذا، كلها محكمة وكلها فيها حكمة، حيث إنها تناسب أحوال العباد. وفي قوله والله عزيز، هذا فيه التخويف من عزته سبحانه وتعالى للذين يتساهلون في أحكامه، فإنهم يتساهلون في أحكام قوي لا يغالبه شيء، شديد الانتقام. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في أحكامه وتشريعاته، فيمتثل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه عنه، لأن الذي أمره عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى، عزيز ذو انتقام. ثم قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف. سبق في الآيات التي قبل هذه
قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فمن طلق قبل الدخول فإن كان سمى للمطلقة مهرا فلها نصفه والباقي يرجع إليه، وإن لم يسمي لها مهرا فإنه يمتعها بمعنى أن يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها وتكريما لها، يعطيها شيء من المال على حسب عسره ويسره على الموسع قدره، والموسع هو الغني، وعلى المقتر وهو الفقير قدره، كل بما يستطيع. وفي هذه الآية قال: وللمطلقات، هذا لفظ عام يعني جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن. فمن العلماء من يقول هذه الآية تأكيد للآيات السابقة، وللمطلقات يعني المطلقات قبل الدخول سواء سمي لهن مهرا أو لم يسمى كما سبق. وقيل: لا، الآية عامة، حتى المدخول بها لها متعة. النبي والله جل وعلا قال لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. السراح يعني الطلاق، الشاهد في قوله أمتعكن أدل على أن المطلقة تمتع ولو كانت دخل بها ولا وأخذت الصداق كاملا أو أخذت نصفه فلها المتعة بما يطيب خاطرها وبما يتناسب مع حال الزوج المطلق. وهذا هو الظاهر، أن الآية عامة وأن كل مطلقة لها متعة بمعنى أن مطلقها يعطيها شيئا من المال على حسب يسره وعسره. ولهذا قال: بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف، أي بالشيء الذي يتعارف عليه الناس في مجتمعهم وفي وقتهم. فقوله بالمعروف مثل قوله على الموسع قدره على المقتر قدره. ثم قال جل وعلا: حقا على المتقين، مصدر منصوب على المصدر لفعل محذوف، حق ذلك حقا على من؟ على المتقين الذين يتقون الله جل وعلا ويتقون غضبه ويتقون عقابه ويمتثلون أوامر الله عز وجل. فدل على أن الذي لا يمتع مطلقته أنه ليس من المتقين، وهذا فيه وعيد شديد حقا على المتقين. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين سبحانه في الآيات السابقة بين أحكام الطلاق وأحكام العدد وبين ما يشرع للمطلقة من المتعة، قال جل وعلا: كذلك، أي مثل هذا البيان الذي بينه لكم في هذه الآيات ووضحه لكم، يبين آياته، يبين الله آياته. فآيات القرآن بينات، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. فآيات القرآن ليست ألغازا ولا أحاجيا، وإنما هي آيات بينات، لكن بينات لمن؟ لأهل العلم الذين يتدبرون القرآن ويتفهمون معانيه
فهي بينات عندهم، كذلك يبين الله آياته، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم، يبين الله لكم، هذا فضل منه سبحانه وتعالى أنه يبين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وأول ما يفسر القرآن بالقرآن، هذا أول أوجه التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع يكون مفصلا في موضع آخر من القرآن، وما أطلق في موضع يكون مقيدا في موضع آخر. القرآن يفسر بعضه بعضا لأنه كلام الله، قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكمات هي التي يظهر معناها من نفسها ولا تحتاج إلى آية أخرى تفسرها، أما المتشابهات فهي الآيات التي لا يظهر معناها من نفسها، وإنما يظهر بردها إلى آية أخرى من المحكمات تفسرها. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، وأما الراسخون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون القرآن بعضه ببعض، ويقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فلا يعتمدون على المتشابه بل يردونه إلى المحكم ويفسرونه بتقييد المطلق وبيان المجمل وتوضيح المشكل. القرآن فيه بيان، وإذا لم يوجد البيان في القرآن ففي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الله وكل بيان القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لم يوجد تفسير للآية في القرآن ففي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: كذلك يبين الله لكم آياته. فالقرآن بينه الله بيانا شافيا، إما بأن يفسره بعضه ببعض، وإما بأن يفسره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. فالقرآن ولله الحمد بين وواضح، لكن للذين يتدبرون القرآن ويتعلمون. ولهذا قال أحد الصحابة: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تعلمنا القرآن بحفظه، وتعلمنا العلم بمعرفة معانيه وتفسيره، والعمل به. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هم يقرؤون القرآن مجرد قراءة ومرور على الآيات وحفظ للآيات أو ترتيل فقط، لا، يتدبرون القرآن ويسألون عن معانيه ويتدارسونه حتى يقفوا على معناه ثم يعملون به. هذه طريقة أهل العلم مع القرآن الكريم. كذلك يبين الله لكم أيها المسلمون المؤمنون. أما الكافر والمعرض فهذا لا ينتفع من القرآن ولا من البيان، لكن الذي ينتفع هو المؤمن. يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم أي رجاء، أي رجاء أن تفهموا القرآن، تعقلوا معانيه. لعلكم تعقلون أي تفهموا معاني القرآن وما يدل عليه. فالقرآن يحتاج منا إلى عناية بضبط قراءته وتلاوته
وبفهم معانيه وبالعمل بما أنزل الله عز وجل. وإلا ماذا نستفيد من القرآن إذا كان المراد مجرد التلاوة والتجويد فقط، تحسين الصوت به فقط والتغني به بدون فهم لمعناه، أو فهمنا معناه لكن لا نعمل، ما الفائدة إذن؟ ولهذا قال لعلكم تعقلون، تعقلون القرآن وتفهمون ما أنزل الله إليكم، لأنه خطاب، خطاب لكم، خطاب لكم من ربكم عز وجل، وهو حجتكم عند الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ترى يعني تعلم، تعلم، وليس المراد ترى بالبصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى هؤلاء ببصره ولم يحضرهم، وإنما المراد الرؤية العلمية، لأن الله علمه أحوال الماضين وقصص السابقين حتى كأنه حاضر عندهم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وبراهين رسالته عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، لأن الله علمه وأطلعه على ذلك. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله ألم ترى أي ألم تعلم بما علمك الله سبحانه من أخبار الماضين. إلى الذين خرجوا من ديارهم، الذين خرجوا من ديارهم، هذا في بني إسرائيل والله أعلم، أمة من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم بسبب الطاعون والوباء الذي حصل في ديارهم، حصل في ديارهم وباء وطاعون فخافوا من الموت فهربوا من ديارهم، هربوا من ديارهم يظنون أن فرارهم سينجيهم من الموت، والموت مهما هربت منه فإنه أمامك. قل إن الموت الذي تفرون ويرد الأرواح إلى أجسادها بعدما تفنى، لأنه لا يعجزه شيء، ثم أحياهم لأجل الاعتبار، أن يعتبرهم وغيرهم ممن عاصرهم ومن يأتي بعدهم، يعتبر بهذا ويستدل بهذا على قدرة الله وعلى أنه قادر على البعث، على بعث الخلائق من قبورهم يوم القيامة. فهذا نموذج من إحياء الله للموتى. وقد ذكر الله في هذه السورة ثلاثة نماذج حصلت في الدنيا من إحياء الموتى. النموذج الأول في قصة البقرة، في قصة البقرة لما قتل قتيل في بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، لم يعلم قاتله، أمر الله موسى عليه السلام أن يقول لهم اذبحوا بقرة، فتلكأوا عند ذبحها وجعلوا يسألون، وفي النهاية لم يحصلوا على هذه البقرة إلا بمشقة، لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم لما شددوا شدد الله عليهم. لو أنهم امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة أجزأت
لكن لما شددوا شدد الله عليهم في أوصاف هذه البقرة حتى شق عليهم العثور عليها، فلما عثروا عليها ذبحوها وما كانوا يفعلون. لماذا؟ إيش المقصود من ذبح البقرة؟ فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزء من البقرة واضربوا به القتيل فيحيى بإذن الله. فقلنا اضربوه ببعضها أي بعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما ضربوه حي وقال الذي قتلني هو فلان، أخبر بقاتله. فهذا نموذج من إحياء الله للموتى، رأوه بأعينهم قتيل مقطوع الرأس قتيل، لما ضربوه بجزء من البقرة عادت إليه روحه وأحياه الله وأخبر بالذي قتله. فهذا نموذج من إحياء الله للموتى، رأوه بأعينهم، فكيف يشكون في البعث يوم القيامة؟ هذا موضع. الموضع الثاني هذه الآية، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا وقع في الدنيا، وليس هو نفر واحد، وإنما ألوف من الناس قال لهم الله موتوا فماتوا جميعا في لحظة واحد، ثم إن الله أحياهم جميعا وعادوا إلى الحياة، يمشون ويأكلون ويشربون. هل يمكنهم بعد ذلك أن ينكروا البعث؟ لا، هذا دليل حسي واقع يثبت أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وأنه قادر على أن يحيي الموتى ثم أحياهم. ويؤخذ من هذه الآية أنه إذا وقع الطاعون أو الوباء في بلد فلا يجوز لأهله أن يخرجوا منه، لا يجوز لأهله أن يخرجوا منه، ولا يجوز للذين خارج البلد أن يقدموا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، ومن كان فيها لا يخرج منها. وهذا ما تسميه الدول الآن بالحجر الصحي، حجر الصحي، إذا حصل مرض يعدي فإن الدول تمنع الاختلاط بهؤلاء المصابين لئلا ينتشر هذا المرض، فهو مأخوذ من هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهانا إذا سمعنا به في بلد ألا نقدم عليها، ومن كان فيها لا يخرج منها. ولهذا لما وقع الطاعون في الشام في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذاهبا إلى الشام ليدخلها، فأخبروه بوقوع الوباء فيها، فاستشار الصحابة فروى له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل البلد الذي فيه وباء، روى له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فترك القدوم على البلد عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هل تفر من قضاء الله؟ قال رضي الله عنه نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا دليل على الحجر الصحي في الأمراض الوبائية لئلا تنتشر، فالذي خارج البلد لا يقدم عليها، والذي في داخلها لا يخرج منها، إلى أن يتم الله سبحانه وتعالى ما أراد. فهذا من الأخذ بالأسباب، هذا من الأخذ بالأسباب النافعة، ومن عدم الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس
حيث إنه جل وعلا يبين لهم مصالحهم ومنافعهم ويبين لهم ما يضرهم، وهو غني عنهم، لكن هم المحتاجون إلى ذلك، فالله يتفضل عليهم ويبين لهم ما يصلح أحوالهم ويبين لهم ما يضرهم لمصلحتهم، رحمة منه بهم وإحسانا إليهم، فهذا فضل من الله. فهذه الأحكام العظيمة والعبر العظيمة هذا فضل من الله. الموضع الثالث في السورة قصة القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، رجل مر على قرية هلك أهلها جميعا بسبب وباء حصل عليهم فماتوا جميعا، وتهدمت المباني والمزارع خربت، أصبحت قرية هالكة. هذا الرجل تعجب، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني ما يمكن هذه تحيا، هذه القرية الدارسة الهالكة لا يمكن أن تحيا بعد موتها. فالله أراه من عجائب قدرته أنه أماته هو، وأمات معه حماره الذي معه، وبقي 100 عام وهو ميت، وحماره مثله ميت 100 عام. ثم إن الله جل وعلا بعثه وبعث حماره وأراه كيف يحيي الله الموت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، ما يدري، حسبه أنه ما مات اللمس وهو 100 عام. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك، معه طعام ما تغير طول هالمدة، الطعام ما تغير، هذه عبرة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغير ولا تنمر عليه شيء، لأن الله حفظه للعبرة والعظة. وانظر إلى حمارك، حمار ميت عظام تلوح، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار كيف ننشزها، ترتفع بدل إن كانت متساقطة ومتفرقة اجتمعت وانتهضت، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، لما تكاملت العظام وترابطت وقام الهيكل ألبسه الله جل وعلا اللحم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذه نماذج ذكرها الله في هذه السورة، وأكثرنا يمر عليها مر ما يلقي لها بال ولا يدري ما يدريش المقصود بها، فهذا من الغفلة، هذا من الغفلة عن آيات الله عز وجل. وهذه أدلة على البعث، أدلة شاهدوها ورأوها بأعينهم أن الله أحيا الموتى وهم ينظرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل الذي تفضل الله به عليهم، فضل العلم والفقه في دين الله والاطلاع على أخبار الماضين، وفضل الرزق والثمرات والخيرات، فضل الصحة،
في الأبدان، فضل الأمن في الأوطان، هذا كله فضائل من الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك فضل الإسلام، أعظم منه وأعظم نعمة هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم عظيمة، لكن أين الشكر لله عز وجل؟ ولكن أكثر الناس، أكثر ما هو قليل، أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عز وجل. والشكر له ثلاثة أركان: تحدث بالنعمة ظاهرا باللسان، والاعتراف بها باطنا في القلب، والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. هذا هو الشكر، وهذه أركانه، ولكن لا يقوم بالشكر إلا القليل. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. وأكثر الناس يكفرون النعم، يكفرون ويبطرون ويفسقون ويتكبرون ولا يشكرون الله عز وجل. ولكن الله جل وعلا حليم كريم، لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين والمنافقين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم وأضعف قوتهم واجعل بأسهم بينهم واجعل شرهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ولي علينا خيارنا، آمين. واكفنا شر شرارنا، آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، آمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، آمين. غير ضالين ولا مضلين، آمين. اللهم أصلح بطانتهم، آمين. وأبعد عنهم بطانة السوء، آمين. والمفسدين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أيهما أفضل في الحرم، التعبد لله أم حضور هذه الدروس؟ يجمع بينهن، يحضر الدرس، وإذا خلص الدرس يذهب إلى العبادات الأخرى: تلاوة القرآن، الطواف بالبيت، صلاة النوافل. نعم، يجمع بين هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصرف أموال الزكاة في إنشاء مراكز للدعوة الإسلامية أو إنشاء قنوات فضائية إسلامية للدعوة إلى الله؟ الزكاة لا تصرف في المشاريع الخيرية، لا بناء المساجد ولا المدارس ولا مدارس تحفيظ القرآن ولا القنوات الفضائية الإسلامية، هذه تمول من التبرعات، تمول من التبرعات والصدقات. وأما الزكاة فالله جل وعلا بين مصارفها وحصرها فيها، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف ما يجوز تخرج عنها. نعم. يقول: هل من تاب من العادة السرية يدخل في حديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ نعم، يدخل في هذا، لأن العادة السرية محرمة، واستمتاع بغير ما أحل الله، فإذا تاب منها تاب الله عليه
وحفظ فرجه، حفظ فرجه من هذه العادة السيئة، يدخل في الوعد الكريم من الله عز وجل. نعم. يقول: في كل مرة أشرب من ماء زمزم أشربه بنية مختلفة، فمثلا أشربه بنية الشفاء، وفي مرة أخرى بنية التزود من العلم، هل في ذلك حرج؟ لا، هذا طيب أنك تشربه بنيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، تشربه للعلم، تشربه للشفاء، تشربه لغير ذلك من المصالح الدينية. نعم. تقول السائلة: ما حكم النقاب وهل هو واجب؟ تغطية الوجه واجبة، سواء بالنقاب أو بالغطاء، المهم أنها تغطي وجهها عن الرجال، هذا واجب عليها. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، يقول: جئت إلى مكة وأديت عمرة، وأريد أن أؤدي عمرة أخرى لأحد أقاربي، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز ذلك، يجوز تكرار العمرة، لا مانع، ولكن الأفضل أن تبقى في المسجد الحرام للطواف والصلاة والاعتكاف، الصلوات الخمس، هذا أفضل من العمرة، بقاؤك في المسجد الحرام هذا أفضل من الخروج للعمرة، وإلا الجواز جائز. نعم. هل يجوز الدراسة في المدارس الخاصة مع العلم أنها تنجح الطلاب الذين يدرسون فيها لأنهم يدفعون لها المال للدراسة؟ أنت ادرس بنية الدراسة وطلب العلم، ادرس دراسة جادة في هذه المدارس، ولا عليك من اللي يتلاعبون أو يخطئون، أن تضبط نفسك، ولا عليك من الآخرين. نعم. يقول: بعض طلاب العلم يوزعون أشرطة لشيخ منهجه غير سليم أو حزبي بحجة أن الموعظة مؤثرة، أي الموعظة التي يوعظ بها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الشريط يشتمل على خير وعلى موعظة وعلى علم فلا مانع من توزيعه، الناس يطلبون العلم ويطلبون الخير، إذا كان الشريط يشتمل على خير وعلى علم وعلى فقه وعلى موعظة وعلى تذكير بالله عز وجل فلا مانع من توزيعه لنشر العلم الفائدة. نعم. ما حكم المرأة التي تلبس اللباس الذي يلفت انتباه الرجال ويفتتن بهم؟ حرام عليها ذلك، وتكون من الكاسيات العاريات، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد للتي تلبس ملابس لا تسترها، قصيرة ضيقة شفافة، أو تلبس ملابس قصيرة يظهر منها بعض أعضائها، أو ملابس جميلة فيها زينة تصرف الأنظار إليها، تدخل في النساء الكاسيات العاريات والعياذ بالله. نعم. ما حكم غيبة أهل الأهواء والبدع؟ لا فائدة من ذلك، لا فائدة من غيبتهم، إلا إذا كانت المصلحة أرجح لأن يكون هناك من يغتر بهم، فلا مانع، أو يجب أن تبين حالهم لئلا يغتر بهم، من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما إذا كان هذا من باب التشهي هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول: إذا كنت في السكن وكنت أرى الحرم
فهل يجوز لي متابعة الإمام؟ ما يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف ولم يبقى لك مكان، وأن ترى الإمام والصفوف متصلة من الحرم من المسجد الحرام إلى مسكنك، الصفوف متصلة والمسجد ممتلئ والشارع اللي بينك وبين المسجد ممتلئ، يجوز لك أنك تصلي إذا رأيت المأمومين، إذا رأيت المأمومين تقتدي بهم يجوز هذا. أما ما دام المكان واسع أو أنت بينك وبين الحرم شارع تمشي فيه السيارات والناس لا يصح الصلاة في هذا. نعم، الاقتداء، صلي لحالك إذا بغيت تصلي صلي لحالك، وأما أنك تصلي وراء الإمام هذا ما يصح. نعم، هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة وكذلك العصر؟ يجوز، لكن الأفضل أن تفصل كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل، وإلا يجوز تسرد 4 في سلام واحد، هذا في النهار، أما الليل لا، ما يجوز، ما يجوز إلا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، ما حكم التسليم الثانية في صلاة الجنازة؟ الأولى تركها، العمل على تسليمها واحدة تكفي. نعم، ما حكم السجود بعد السلام للمأموم؟ الإمام والمأموم، السجود يكون بعد السلام ويكون قبل السلام، إنما التفصيل في الأفضلية، تارة يكون السجود قبل السلام أفضل إذا كان عن نقص في الصلاة، وتارة يكون السجود بعد السلام أفضل إذا كان عن زيادة في الصلاة. نعم، هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ أبدا ما ورد هذا، إنما هذا من عادة الناس اتخذوه عادة، ما ورد أن التلاوة تختم بقول صدق الله العظيم، إنما هذه عادة اعتادها الناس وسرت في الناس. نعم، هل يجوز لمن أراد أن يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى الإشراق أن يطوف حول الكعبة وينال أجر العمرة؟ لا، يجلس في مصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، إذا راح للطواف قطع الجلوس. نعم، ما الحكمة من عدم وجود البسملة في سورة التوبة؟ لأنها لم تنزل قبلها، لم تنزل قبلها، كانت السور كل سورة تنزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة لم تنزل قبلها على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول عندي محل بيع مواد التجميل النسائية والروائح والمكياج. نعم، عندي محل لبيع مواد التجميل النسائية والروائح والمكياج والعدسات اللاصقة للعين، فما حكم الشرع في ذلك في مكاسب هذا المحل؟ إذا كان هذا يحصل بسبب فتنة للنساء ينبغي لك تترك، لأنك تعين النساء على هذه الأمور، فالأولى لك تترك هذه الأمور، لأن هذا من تعاون، قد يكون من التعاون على الإثم والعدوان، خصوصا النساء الآن أكثرهن ما يبالي، فإذا وجدنا هذه الأمور عندك وتبيعها عليهم تعاونت أنت معهم، فالأفضل أنك تترك هذا الشيء إن لم يكن محرما. نعم، ما حكم من كان لا يصلي ثم تاب واستقام، هل عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته في السنوات الماضية؟ الصحيح أنه ليس عليه قضاء، وإنما إذا تاب إلى الله يحافظ على الصلوات في المستقبل، وأما قبل التوبة فهو كافر، من ترك الصلاة متعمدا كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، كان في تركه للصلاة كافرا، فلما تاب دخل في الإسلام من جديد، يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم، يقول هل الإكراه يقع على الأعمال كما يقع على الأقوال كحلق اللحية؟ يقع الإكراه على الأقوال
ويقع على الأعمال إذا سلب الاختيار وعمل به المعصية وليس له قدرة على المقاومة يكون هذا مكره. نعم. هل يصح أن ألتزم ببعض من أذكار الصباح والمساء، وهل هي من السنة؟ نعم. هل يصح أن ألتزم ببعض من أذكار الصباح والمساء على مدى الحياة، وهل هي من السنة؟ وما صحة حديث قليل دائم خير من كثير منقطع؟ نعم، المداومة على الأوراد الصباحية والمسائية سنة، فيها حفظ لك من المكاره، وذلك بأن تقرأ آية الكرسي وتقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين، وتكرر هذه السور 3 مرات بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد آية الكرسي، ثم تأتي بالتعوذات الواردة في الأوراد، فهذا المداومة عليه وملازمته فيه خير كثير، ويحفظك الله به من الشرور، وهو حرز لك. وبقية السؤال حديث قليل. نعم. لا، الحديث لفظه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. ما حكم المرأة التي تلبس لباسا وإذا جاء الهواء انكشفت العباءة وظهر جسمها جزء من الفخذين والساقين والساقين والركبتين والقدمين؟ هذه مفرطة، الواجب أنها تضم نفسها وتضبط نفسها بالعباءة، ولا تخلي العباءة مفتوحة يحملها الهواء ويكشفها، تمسكها، تمسك أطرافها وتضبط نفسها. نعم. ما حكم الذين يأتون إلى الحرم بالكاميرات ويصورون الناس؟ تصوير حرام في كل مكان، وفي الحرم أشد، لا يجوز التصوير بالكاميرات ولا غيرها، لعن الله المصورين كما في الحديث، والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، والله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة.